ارتأت ابنة قرية كفر كنا من خان الدليل أحلام طه لأن تقدم ذاك الأسد القادم من خان الجليل ليقدم عرضا فنيا خاصة. وأترك الميكروفون لزميل أحلام لأن تقدم وبطريقتها الخاصة ابن بلدها ابن قرية كفر كنا. أكيد مساء الخير أحلام. جميعا حبيت بهالحفله يكون شيء مميز اللي هو طاقه ستاند اب اللي راح يقدمه مجد هامشي. مجد اول مره طبعا بيطلع على العرض وان شاء الله انه تنبسطوا ويكون شيء كثير حلو. عنوان العرض اسمه لخمه راس. مرحبا. شوف شو صار معكم؟ لازم فلتك 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 خلص فلتك لازم هذا اخوي على الفيسبوك عشان يسوق لك مسليات البوكر. انو ده انا اخوي يا زلمه فلتك فلتك هاي اللي بتصور عني هيك ولا هيك؟ طيب احكي معي كمان شوي. باي باي. مساء الخير لكم جميعا. مجد اهم شيء شوي متوتر شوي خايف. فبنصح اي واحد يحبلها او بتفكر تحبل انه تطلع من العرض لانه راح تضحك كثير راح تسكت الولد مش منيح. مثل ما انتم شايفين اقرا الصلاة مشكلة يعني في الوسط العربي اللي كثير شباب بيخجل من هاي الشغلة. بالعكس انا مبسوط مكيف كاركتر قرعة. ف شفت استنتاجات هيك وابحاث من خارج البلاد اللي بتقول انه اللي بيصلع من هون بفكر كثير واللي بيصلع هون بفهم كثير. فطلعت على حالي بالمرايه هيك وقلت انا بصلع من هون بصلع من هون معناته انا بفكر حالي اني بفهم. في برضو احنا بحياتنا اليوميه بنصادف كثير شباب اللي بين قوسين بنقول لهم الدودم. ادود بروح خشين دود بعرضك بعرضك بخلت بعرضك دود طلع بدا حكت معي اربع ساعات على الفيسبوك طلع ولاو 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 الزلمه حتى تقبضني بتطلع منها غير شكل مع هذا سمايل هيك فاهم غير شكل غير شكل غير شكل. وبعرفش انه هذا ابوه عم بسحب منه المصريات. ف انا بحترم الدودم انا بسمحش لاي بني ادم انه يحكي على الدودم. ليش؟ لانه عندي معتقدات كثيره اللي انت بتقدرش انت تفوت لعالمهم ببساطه. عندهم طبعا طاقيه بمناسبه الصلاه انا ما بحبش اعرف الطاقيه. فالطاقيه كثير مهمه في طاقيه البوما والنايك. فانا ببشرهم لدول انه مصنع بيجالا قرب يسكر فبلشوا يشتروا نسا طواقي لانكم مش رايحين تلحقوا حالكم. ف اشي بحكي هيك دود ماشي بالشارع ايا موز ايا حلو ايا كذا ايا كذا ايا بطة ماشي من تسومة بلاني بروح دود بعرض بعرض امي بعرض امي شفت ابو جمار حمل واحد من تسومة بيت شو اسمه بيت رموان وطالع معاه لا يا زلمة يا زلمة بصلي ويخاف الله رد علي خلاص اطلع واحد اما شو شكفي 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 بعد الابحاث اتضح انها مرته. في بدي امشي اسلم عند دودي عشان يزعل علينا كم دود. ايه الاميات كل بيحترم امه الكل بحب امه
بس في ام اللي دائما هيك بالكيت على هذا الصغير لما تروح انت تشتي اواعي بتقول لك منيح منه منيح منيح. تطلعش على انه دكة التسعينات ولا مفتوح كبير ولا هاي كذا. لا يما ما بنفعش خلص ديك ديك من هون ديك. لا يما طيب خلص ولا شيء لفهم ناخذه لابوك. شغله ثانيه انا مصطلحات في حياتي اليوميه اللي هي تقليش بيض. حياتنا اليوميه اللي احنا دائما بشكل عام احنا العرب بتطلع اللي المصطلحات تاعتنا يا على الجنس يا على الاكل. يعني بقول لك ملاني لابو موزي. أو مين ابو موزي؟ ليش ملاني؟ الوضع كبي. شو كبي؟ الكبي منيحة على فكرة يعني لازم مثلا وضع سبانخ. اها وضع يعني بغزل حالي تعبانة هيك بتبين. لا لا هي بتزبطش. ف كثير عندنا مصطلحات فاهم؟ اللي شباب روقوا. لحد ما نصل احنا لادوار البنك لادوار الصحية لادوار المستشفى اللي منفوت احنا بنقعد نستنى بالدور بتعرف تقطع الكارت تاعك. مش عليك واحد ابو اخوال ابو اخوال ان شاء الله طلع بنتي مريضة وباخذها على الكوبات حليب وكذا مشيني ان شاء الله بعضك. ستي انت بتستحي طيب خلاص خذ دوري يلا وهي. بعد ما انت تطلع بنص ساعة تلاقيك قاعد بتزهرة مش عم بوكل كنافة عند حلويات الصداقة. ف انت بتصفر فيه هيك يعني انو مسبب اسيب عليك ولا انه اقول لك شكرا ولا اقول لك ايش. ف احنا في الوجب نعم سامحنا. طيب نصل احنا للفيسبوك. فيش حدا عنده في... ما عندوش فيسبوك هون طبعا طبعا الا ابوي جديد عمل فيسبوك ولما عمل لي قال ما استقبلك. لدرجة انه لما انا بستقبل اخوتي عندي على الفيسبوك بتعرف انه دائما بيراقبوا حركاتي بيراقبوا كذا. فانا لما بطلع عند الدار بقول لامي فرشي انا رايح عند صاحبي يعني بالبلد. فبين قوسين انا بكذب عليها بنزل على حيفا بنزل على الابيب نعمل تشيك ان. فاخوي قاعد يبلمع شيف يما هي يما بتعرفي وين ماجد؟ يا قاعد ابصر شو سوشي بار هذا هيك بتل ابيب يما في واحد حده صبي نغشي على الاخر يما هذا مش ابوي معاه. شكرا شكرا لكم كثير تمام انكم استمعتوا وكلنا كمان فقره زيرو متاسفين شوي كنا متوترين شوي بتأمل انكم انتم انبسطتوا بهالفقرة الصغيرة ويعطيكم الف عافية.